نزل يدك. اه خلاص روح روح روح. اسمك ايش؟ عباس. عباس كلكم اسمكم عباس. عباس ايش فيكم؟ هنا في ملوخية ولا مهلبية؟ هنا ايش في ملوخية ولا مهلبية؟ مهلبية. ها؟ مهلبية. مهلبية؟ لا مهلبية ولا ملوخية هنا؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ هنا ما في حاجة؟ ما في ملوخية ولا مهلبية صح؟ طيب أنت تعرف البسبوسة صح؟ إيش البسبوسة يسووها؟ يعني يحطوا عليها إيش؟ جرجير ولا خيار؟ إيش يحطوا عليها؟ البسبوسة تعرف البسبوسة صح؟ إيش يحطوا عليها؟ خيار ولا جرجير؟ جرجير. بسبوسة يحطوا عليها جرجير؟ إسمعي ها؟ خيار. خلاص خيار. ارجع هناك ارجع هناك ارجع هناك ارجع. شوف اللعبة هذه بسيطة والله مرة حلوة. ارجع يا ماما شوية. اوقفوا جنب بعض زي كذا. شوف اللعبة بسيطة. بس تحرك رقبتك خلاص؟ يمين يسار فوق تحت خلاص؟ نلعب؟ أنا إذا قلت لك يمين أي شيخ أنت ركز معي. إذا قلت يمين تقول يسار. إذا قلت يسار تقول يمين، إذا قلت فوق تقول تحت. تعمل العكس خلاص؟ تعمل العكس. والله أنت سلمي لي على الملوخية صح؟ أنا عارف، أنا إيش قلت لك؟ صح ولا لا؟ يلا يمين. يا سلام. يا سلام، شايفة؟ هطلعها شوية. يلا، أنا إذا قلت يمين أنت تقول لي يسار خلاص؟ مو تعملي لي كذا ملوخية. أقول فوق تقول تحت خلاص؟ يلا نبدأ من جديد. فوق تحت يمين صفقوا لها. مع السلامة. مع السلامة. تعال خلاص 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 خلاص. تعال يلا بسرعة نغير. هو هي اسمك ايش؟ ها؟ لا اللي يلعب معاه اسمه ايش؟ سعد. طب روح يلا 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 عشان نلعب خلاص؟ اللعبة يمين يسار فوق تحت. أنا أقول يمين تقول يسار تعمل العكس خلاص؟ عشان هنا لازم يكون ايش؟ في ملوخية صح؟